فالنبي عليه الصلاة والسلام هو نور الله الذاتي، وعشان هو نور الله الذاتي فهو غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوق. هل فعلا سيدنا النبي يا دكتور مخلوق من نور وجه الله؟ طيب شوف يا دكتور محمد، فضل. أنا عايز نتأمل كلام الناس دي وننظر في الجواب الصحيح، لأن دي شبهة خطيرة خطيرة خطيرة. أنا أتذكر لما كنا الصغار كده كان في الأرياف لما يجوا يأذنوا يا دكتور محمد، بعد ما ينتهي من لا إله إلا الله اللي أذن ويكتمل الأذان ما كانش يوقف بقى، لا كان يقعد يمدح بعد كده في الميكروفون، والكلام اللي كان بعد الأذان أكثر من الأذان وبيعتبروه ده لب الأذان. كان بعد ما يخلص لا إله إلا الله يا مليح الوجه، يا من شعف الخدين، يا أول خلق الله، يا نور وجه الله. خدت على حضرتك إزاي؟ يا نور وجه الله. هذا هو قولهم، اللي هو نور وجه. ولذلك بيقول لك إيه؟ النبي غير مخلوق، يعني ما ينفعش تقول له حتى خلق من نور، لا، النبي يقول لك غير مخلوق. خلي بالك ليه؟ يقول لك أصله هو أصلاً يعني جزء من نور وجه الله، أو هو نور وجه الله كما قال بعضهم. أنا شو أنا بقلبك أقوال كل الطوائف، عندهم طائفة تقول هو نور وجه الله بالكلية، عندهم بعض نور وجه الله، والبعض يقول هو مخلوق من نور وجه الله. لكن هو هنا بقول لك مش مخلوق، هو مش مخلوق لأنه هو يعني نور وجه الله. طب خلي بالك ليه يقول لك إيه؟ يا نور وجه الله. طب قبل ما سيدنا النبي يولد، خلي بالك من الحتة دي، لم يكن، والعياذ بالله والعياذ بالله، بقى لوجه الله نور؟ خلي بالك من الحتة دي. لما تيجي تقولي مثلا هو من نور وجه الله، طب قبل أن طب بعد أن مات صلى الله عليه وسلم، ربنا اللي قال إنك ميتون وإنهم ميتون، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. ثم تلا قول الله جل وعلا إيه؟ ها؟ نعم، قول الله كما في آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قد خلت من قبله الرسل. يبقى أنا أركز جدا، سيدنا النبي مات، طب لما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بتقول لي هو نور وجه الله، أتكلم أقول إيه؟ لما بتقول لي أصله جزء من نور وجه الله اللبخ اللي بيتقال ده، يبقى أنا أقول إيه بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان تعرف إن ما بني على باطل فهو باطل وليس له أساس. نركز يا دكتور محمد. فضل يا دكتور. ندي بقى الكلام العائل اللي فيه مادة علمية، بنقول إن كان المقصود بالنور، خلي بالك يا دكتور محمد، إن هو ذات الإله، يعني إن النبي من ذات الإله، يعني كما قد يفهم من سياق الكلام، ما بقول لك غير مخلوق، وهو نور وجه الله. يبقى كان يقصد بذلك يا دكتور محمد ذات الإله كما قد يفهم من السياق دي، فلا شك أن هذا والعياذ بالله عند العلماء شرك، عند العلماء بالاتفاق اللي هو الإجماع شرك يا دكتور محمد. وأعوذ بالله أن أسقط حكما على أحد، أنا ماليش دعوة، أنا بنقل كلام أهل العلم، ورغم ذلك ما بسقطوش على اللي بيتكلم بيه، لأنه ربما اللي بيتكلم جاهل يبقى يعذر بجهله في المسألة إلى أن تقام عليه الحجة. معايا دكتور محمد؟ طيب اما الصواب اقول ايه؟ اقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بانه نور يهدي الله به من يشاء، نور يهدي الله به من يشاء. يبقى نركز مره ثانيه يا دكتور محمد، اذا كان القصد من الكلام هذا ذات الاله كما قد يفهم من سياق الكلام ده، والعياذ بالله العلماء حكموا على مثل هذا القول، ما قلتش على القائل، على القول بانه شرك. طيب يا دكتور محمد ليه؟ قال لك لأن النبي خلق من خلق الله، النبي إيه؟ خلق من خلق الله، من وليس من ذات الله، وليس من ذات الله، النبي خلق من خلق الله، وبعدين كمان ليس من ذات الله، وبعدين هاجي أقول النبي أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له بداية وله نهاية في حال حياته. البداية التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم، ومش كده بس، النبي أتى من نكاح أب وأم، نكاح، ولا أنا خير من خير ولد آدم، بالطبع ولد آدم، أمه حملت به وولدته. خدت بال حضرتك إزاي؟ نعم. إذن هو بشر، بشر. طيب كان يأكل ولا ما كانش يأكل؟ يأكل ويتغوط وكل شيء، يشرب ويمرض، ده مات على إثر السم. نعم. صلى الله عليه وسلم، يبقى إذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودكتور هو في استنباط أصلا، أنا آسف للمقاطعة، ما هو النبي أصلا لو نزل من السماء فين المعجزة؟ يعني أنا عايز أتكلم فين المعجزة كنبي؟ ولو كان هو شيء من الذات الإلهية، نعم، يبقى إله. نعم. خلي بالك من الذات الإلهية، والعياذ بالله والعياذ بالله، جعلوا إله. طب أنت بتخاطب بشر، مع احترام نبيهم بشر،
قائدهم بشر، مش قدوتهم عشان يتبعوه بيكون من نفس عشان الجنسية، عشان في إمكانية الاتباع نفس الجنسية في عشان الاتباع. نعم نعم معايا دكتور. طيب نعم. لكن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور يهدي الله به إيه؟ من يشاء أو من يشاء. نعم. بدليل يا دكتور محمد، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. خلاص كده يعني نور يهدي الله به عباده. نعم. خلاص كده يا دكتور محمد. طيب يا دكتور محمد، والإمام الطبري في تفسير ابن جرير يعني الطبري قال إيه يا دكتور محمد؟ أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فدل على أنه يوصف بأنه نور يهدي الله به من يشاء. خلاص كده يا دكتور محمد. نعم. إذن شتان ما بين أن أنا أقول لك خلق النبي وأقول لك مع احترامي إن النبي من الذات الإلهية، لا النبي مخلوق. حتى في الوصف القرآني فردك تفضلت وأشرت إليه الآن، نور مقترن بالهداية، إنه نور علم ودلالة وليس نور على حقيقة القرآن. مذكور القرآن نفسه مذكور على أنه نور. مذكور في نعم القرآن. نعم. وصف القرآن بأنه نعم نور. نعم. معايا كده دكتور محمد. نعم. طيب القرآن ما جاء مسكه هو نور؟ لا، نور يهدي الله به من يشاء. نعم. وهذا وصف. نعم. خدت بال حضرتك إزاي؟ التوراة موصوف، الكتب السابقة موصوف على أنها نور، ولكن مش النور اللي هو الحس اللي احنا بنتكلم عليه. نعم. خلاص بقى يا دكتور محمد. نعم. طيب في نقطة كمان، أنا لما جبت لك آخر سورة الكهف يا دكتور محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم، إذكر ربنا اللي بيقول لسيدنا النبي قل لهم أنا بشر زيكم، أنا بشر زيكم، بس الفرق إن بيوحى إلي. بالله عليك ربنا يقول بشر، أقول له لا لا أصلي لا لا مش بشر. يعني أأنتم أعلم أم الله؟ ده مصيبة إنك بتدعي أنك أعلم من الله وترد العلم على الله جل وعلا. وبعدين سيدنا محمد نزل عليه الوحي، ربنا بيقول له يقول كده والنبي ينقلها بتلك الأمانة، قل إنما أنا بشر مثلكم، قالوا لا 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 ما أنتش بشر، ما أنتش بشر. يا سلام، يبقى كده بتحب سيدنا النبي؟ بالعكس أنت مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم وواقع في مصائب وطمات. ركز معايا يا عم الدكتور. واحد يقول لي طيب إمال الحديث المشهور قوي إن أول ما خلق الله نور نبيك إيه يا جابر، إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هتوديه فين؟ كان زمان يا دكتور محمد، أنا كنت في الثانوية الأزهرية أو في أولى في الجامعة، كان فضيلة الإمام العلامة الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله عليه، كان سؤل في كتاب أنت تسأل واستم يجيب صفحة 40 لا أنساه، كتاب صغير كده، كتاب بعنوان أنت تسأل واستم يجيب، فلان من الدقالية كذا كذا يسأل ما تقول في حديث ما أول ما خلق الله قال نور نبيك يا جابر، فالشيخ لأنه غير متخصص في الحديث عليه رحمة الله لكنه إمام في التفسير، علامة في اللغة، علامة في البلاغة، كبير شأنه شأن أئمة المسلمين لا كابر، لكن كما تعلم يا دكتور محمد الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، ويرد عليه الإمام الشافعي كلهم. طيب أما الشيخ عليه رحمة الله ما قال له إيه؟ هذا حديث صحيح لأن آدم خلق من الطين ومن الطين خلق كذا وكذا وكذا، أما محمد فخلق من النور. طبعا رديت عليه ايامها، اعتقد الكتاب ده لازال في ايد الجيل اللي كان موجود كليته الوقت، اللي هو كان تحت عنوان لا يا فضيله الشيخ شعراوي، خدت لحظه وباحترام مطلق لاني اعلم قدر الرجل، مش معناه اني والعياذ بالله لا لا لا، ولذلك بينت له ان الحديث لا يصح وان الحديث باطل، وجبت الحديث الصحيح ان اول ما خلق الله القلم وكت الى اخره. معايا دكتور محمد؟ خلاصته بيجيبوا حديث إن أول ما خلق الله قال نور نبيك إيه يا جابر. أنا محقق الإخوة ممكن يرجعوا، ممكن يرجع لسلسلتي أشهر الحديث ضعف الموضوع المجلد الأول في عدة صفحات أثبتت أن الحديث إيه باطل. خلي بالك معايا دكتور محمد. طيب الحديث الثاني بيقولوا أن الله قبض قبضة من نور وجهه اللي هم بيقولوا عليها، خدت بالك، وأن هذه القبضة هي محمد، فنظر إيه فتقاطرت فيها قطرات من نور إلى آخره. الحديث هذا باطل. طبعا انا مش هقعد اخرج للناس المشاهدين مشاهدات وكان الدرجه، خد الدرجه باطل عند الكل، عند الكل من ائمه الحديث. طيب ولذلك هذا الحديث وامثاله يا دكتور محمد، والحديث اللي انا ذكرته قبل ذلك، وفي حديث ثاني يا دكتور محمد ان الله خلق السماوات والارض لاجل خلق النبي ولولاه ما خلق الله الافلاك، باطل ايضا، بدليل انها موجوده من قبل سيدنا النبي. احسنت، الله يبارك في عمرك، وبعد سيدنا النبي خدت حضرتك ازاي الى اخره، فالاحاديث درجتها مكذوبه. تعال بقى يا دكتور محمد، والنبي حذر
عارف ان في ناس من امتي هتدعي المحبه له بالكذب وتفصل في درجه الاطراء فيه. فسيدنا النبي يقول ايه يا دكتور محمد؟ لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. اللي بيقول الكلام ده مين؟ سيدنا النبي. تخيل لما يقول ايه سيدنا النبي، يشوف الوحي يعلمه بايه؟ لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. النصارى اطروا ابن مريم، قالوا في ايه؟ قالوا مره المسيح ابن الله، وقالوا هو الله. تعالى معنا نرجع لقول الله جل، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. نعم، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. بس خلاص، ده قولهم وده قولهم، هو ده الاطراء. شوف، وصلوا الى انه اله، وصلوا الى انه يا دكتور محمد اله. فهنا سيدنا النبي يحذرهم، لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. وذاك النبي ياكد يقول ايه؟ فانما انا عبد، فانما انا عبد، عبد يعني مخلوق زيك بالظبط، بس الافضليه في الوحي. خدت بالك يا دكتور محمد؟ فقولوا عبد الله، ما قالش قولوا رسول الله، عبد الله اللي هو الاساس الأول. عبد الله ورسول. والحديث الاول عند الامام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه برقم 3445. نعم. وده يا دكتور محمد النبي بيضع لك كده اساس، ان مرتبه النبي، ان مقام النبي انما يدور ما بين العبوديه وما بين ايه؟ الرساله. نعم. فالنبي عبد لكنه أفضل، لأنه رسول، بل هو خاتم الرسل، بل هو إمامه صلوات ربي وسلامه عليه. في حاجة؟ هو الوقت خلص خلاص فعليا. على فكرة دي مش عشر الإجابة اللي أنا كنت مجهزها، إنما خلاص. أشكرك يا دكتور. تسلم يا دكتور.